مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم. حلقه جديده من برنامجنا ستات دوت كوم. طبعا في الاونه الاخيره بتتعرض الاسر المصريه لكارثه. ايه هي الكارثه دي؟ انتهاء العلاقه الزوجيه بين الزوجين بين قوسين، الطلاق. طب هل يا ترى الطلاق ده بيبقى بمجرد ورقه ومأذون، ولا هناك طلاق لفظي بقى وعلي الطلاق وانتي طالق ولو نزلتي طلاق بشرط؟ هنعرف كل ده والطلاق. موضوع حلقتنا النهارده عن الطلاق اللفظي مع الاستاذ، برحب بضيفي الاستاذ محمد الهلباوي، مستشار قانوني وماجستير في القانون. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، بشكرك لتشريفك معنا بالبرنامج. اهلا وسهلا. هل الطلاق ممكن يقع بمجرد كلمه وبتنتهي العلاقه الزوجيه بين الزوجين بسهوله كده؟ للاسف الشديد، هو التعريف الشرعي للطلاق هو انفصال الزوجان عن بعضهم البعض، والتعريف الفقهي هو حل عقدة الزواج بلفظ صريح أو كناية مع النية. فده يدينا مفهوم إن أي واحد في أي وقت إن الطلاق مجرد لفظ. من مجموع الآيات والأحاديث الشريفة نجد أن الطلاق له مفهوم مغاير تماما عما تعرفنا عليه وعما قررته القوانين والتقاليد المعمول بها. نجد أن الطلاق ليس لفظ، مش لفظ، مش مجرد لفظ يا جماعة. طلاق الزواج ميثاق غليظ، أقطعه بخيط رفيع صعبة. عقدة الزواج عقدة، ده بتنحل في 5 دقايق. أنا بقول كلمة الطلاق في نص ثانية، أنت طالق، كلمة خطيرة محدش فاهم معناها، بدون ضوابط وبدون ضوابط أي حد يصير عليه، ولا قواعد، محدش فاهم كلمة معنى ولا شروط. أنت طالق دي محدش فاهمها، ولا شروط، محدش عارفها، تستهلك بطريقة غريبة. فالطلاق مش مجرد لفظ يقال بدليل الآية الكريمة اللي بتقول الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يستحيل أن نفهم أن الطلاق هنا لفظان، إنما الطلاق عمل، أعمال وإجراءات ومنهج قانون الشريعة حددته، أو القرآن بمعنى صحيح حدده، بدءا من الوعظ ثم الهجر ثم الضرب الخفيف. فكيف يستقيم أن الرجل يطلق امرأته في ربع دقيقة وقت ما يشاء بقى؟ يعني هل يشاء الزوج، انا لسه كنت هقول لحضرتك، هل الزوج دلوقتي يحق له ان ينهي العلاقه الزوجيه بمجرد لفظ يقال او ورقه عند مأذون وبدون قواعد وضوابط يسير عليها؟ الزوج في ظل الشريعه الاسلاميه لا حريه المطلقه وبدون اسباب، ومحدش بيحاسبه يعني. طب ليه هنا الزوجه مثلا رفعت قضيه طلاق؟ ليه بتستغرق مثلا، حضرتك عارف ممكن تستغرق 2 سنين في المحاكم، ليه ما يبقاش في محكمة خاصة سرية مش علنية؟ يعني احنا نرفع قانون المرافعات من الحتة دي لعدم افشاء اسرار الاسرة. ليه ما يكونش عندنا محكمة خاصة يتم الطلاق فيها بمجرد طلب، بمطلب، بمجرد اجراءات، بدون اجراءات؟ ليه الزوجه تقعد 2 سنين في المحكمه؟ طب ما في ال2 سنين دول ممكن يحصل في مشاكل، ممكن اذا كان في اولاد. اتفضل. للاسف الشديد المحاكم بدون قصد، يعني انا ما اقصدش شيء، لكن بدون قصد بتسير بامور بعيده كل البعد عن الشريعه الاسلاميه. اولا لما اجي برفع قضيه بعمل حاجه اسمها تسويه المنازعات الاول، بتقدم ليها بعد 15 يوم تسوى فيها المنازعات مرحلة تمهيدية. كانت لجان التسوية، لجنة تسوية، لجنة التسوية المنازعات دي كانت الأول بتتكون من أخصائي نفسي وبيقعدوا يحاولوا يصلحوا في الأول. كانت ماشية كويس، كان ليها دور، كان لها دور، لكن في الوقت الحالي
لجنه التسويه دورها ابتدى يكون منعدم. بقى ليه؟ تقليل. ليه بقى؟ لان عدد القضايا كتير جدا. يعني بيقول انا لسه شايف في النت دلوقتي بيقول كل 4 دقايق حاله طلاق. كل 4 دقايق حاله طلاق، فصعبه جدا يعني الامور صعبه جدا. ومثلا لجان التسويه بيختصوا مثلا بنص مليون نسمه، فطبيعي عدد كبير جدا بيلجأوا ليه. في مكتب صغير كان في الاول كانوا متحمسين، دلوقتي اصبح الدور منعدم خالص لتسويه المنازعات. بعد كده تخش بقى المحاكم بقى. الزوجه مالها ومال اجراء ومالها قانون مرافعات؟ انا مالي ومال قانون مرافعات؟ قانون مرافعات ليه يحاشر نفسه مع المشاكل الزوجيه؟ اعمل عريضه واعلنها، والعريضه ممكن تكون مكتوب فيها اسرار، اسرار الزوجيه، اسرار بتحدث على الفراش، ممكن تحصل تكون سبب من اسباب الطلاق. نكتبها في العريضه وتعلن والناس كلها تتلاكاها بالالسن. ممكن يفشى الاسرار ويكون ناس راجل مرفوع على رجل مهم او رجل ذو شأن، وليه الاسرار بتطلع؟ فقانون المرافعات قانون خطير جدا، هو سبب قانون المرافعات هذا سبب في تعطيل القضايا حتى في القوانين غير الشرعيه. القضيه تقعد في المحاكم ليه؟ وتعلن واعاده اعلان وتؤجل القضيه للتحري، ومره لاحضار شاهد، ومره لتتحل التحقيق، ومره للحكم، ومره للاستئناف، وفي الاستئناف تعاد جميع الاجراءات مره اخرى. طب احنا هو الزوج والزوجه، الزوج والزوجه مش خصوم، مش خصوم. انا حرام عليا ان انا اقول على الزوجه مدعيه وتدعي والزوج مدعي عليه، فعش. هي المشكله، مشاكل الطلاق دي مشكله عايزين حل، بنقول القاضي حلها، عايزين لجنه التسويه تتفعل. أيوة. من جديد وعايزين حل، وعايزين حل. وهنطالب بيه. استاذن حضرتك ناخد ام محمد معانا من الاسكندريه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا حضرتك. اهلا بيك يا فندم. ممكن اتواصل مع الاخ الكريم مع حضرتك؟ استاذ محمد الهلباوي مع حضرتك، اتفضلي. استاذ محمد ممكن اتواصل معاك؟ تحت امرك، تحت امرك. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. انا طبعا مريت بالموضوع دوت ودخلت في مشاكل كتير وتوجهت للمحكمه هنا في اسكندريه في الدخيله، تمام؟ المهم ان هم دلوقتي وصلونا، انا خلصت كل الاجراءات، انا مش منفصل اولا، انا بس كنت عايزه اضم حضانه الولد لانه تحت ال 14 او تحت ال 15، تمام؟ وعندي بنت 18 سنه، فانا كنت عايزه اضم حضانه الولد وبعدين ابقى اتجه في موضوع البنت. اللي حصل بقى ايه؟ مشيت كل الطريق كويس جدا لحد شيخ الحاره. شيخ الحاره ده مشكله ما بعدها مشكله. يعني لو حضرتك رايح تقدم ورق وتمشي قانوني، شيخ الحاره بيبوظ كل حاجه، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شيخ حاره ما بيتقيش الله، لانه بيروح للدوب، خصوصا لو كان معروف بقى في المكان، يروح له فياخد منه فلوس، فالست خلاص كده بقت ضاعت. وحضرتك المشكله اللي انا عانيت منها، المشكله في قانون الاسره، ان شيخ الحاره ده. بشكرك ام محمد. واستاذ محمد الهلباوي هيرد على حضرتك. بشكرك لاتصالك يا فندم. هو المفروض ان مفيش جهات اخرى غير القاضي هو اللي يتحكم، هو اللي يهيمن في على هي العالم. قالت نقطه مهمه. الرشوه. المحسوبيه. ايوه يعني اللي يدفع اكتر. عايزين نعلق على النقطه دي يا استاذ محمد. هو القاضي عموما بيحيل القضيه للتحري، سواء كانت نفقة أو أي دعوة أخرى بيحلها للتحري. التحري بيبقى في إيد مين؟ في إيد شيخ الحارة. أو بسموه دلوقتي المخبر يعني. طب إيه اللي دخل المخبر للعلاقات الزوجية؟ أنت دلوقتي يا محكمة أنت عاملة لي باب مخصص ما يدخلش في للأسرة إلا من، طيب أنت بتحافظي على الأسرة ولا بتنهكي حرمات الأسرة؟ طب ايه اللي دخل شيخ الحاره في العلاقات الزوجيه؟ طب دخل واحد تاني. لا طبعا احنا بنحترم القضاء بتاعنا، بنحترم القضاء بتاعنا. احنا عايزين قاضي، بنطالب بقاضي مختص ومحكمه مختصه سريه. طيب ليست علنيه. على الاقل اللي يعني ونرفع قانون المرافعات من الموضوع ده خالص. ويكون القاضي قاضي ومفتي في نفس الوقت. ماشي،
يعني وبنطالب برضو برجوع لجنة تسوية المنازعات تاني ان هي تقوم بدورها الفعال اللي كانت بتقوم بيه على اكمل وجه. وانتظرونا وناخد فاصل ونشوفكم بعد الفاصل. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل في موضوعنا المهم جدا اللي هو الطلاق ومشاكله داخل المحكمة. دلوقتي أستاذ محمد كنت حضرتك لسه بتقولي احنا عندنا حالة طلاق كل 4 دقائق، دي كارثة. كارثة بكل المقاييس. كارثة بكل المقاييس. احنا كده بنهد أسر، يعني بنهد أسر، بنضيع أولاد. حضرتك من وجهة نظرك كمحامي، الأسباب اللي حضرتك شايفها لارتفاع نسب الطلاق دي ترجع ليه؟ أول حاجة عدم الإيمان الزوجة والزوجة بخصائص عقد الزواج. وهي؟ خصائص عقد الزواج كبيرة جدا وعظيمة جدا. أول خصيصة فيها إن الزواج ده وسيلة لتقوى الله سبحانه وتعالى، مش غاية. كل بنت عايزه تتجوز، كل بنت نفسها تتجوز تعمل اسره، تفكر ما بتفكرش الا في ايه؟ فرح، الحاجه اللي هتجيلها، الكوشه، مش عارف ايه. ما هي اي بنت على فكره كده، دي طبيعه بشريه يا استاذ محمد. لا برضو لازم تبقى عندها ثقافه برضو بالزواج قبل الزواج. حتى انا بعيب على الاعلام المصري وبعيب على الافلام المصريه والمسلسلات، دايما تركز على المراحل اللي قبل الزواج. يا فندم دلوقتي حضرتك يعني هما بيقولوا لك مرحلة قبل الزواج دي كل واحد بيحاول يمثل على التاني. هي تحاول تبين ان هي كويسة، هو يحاول يبين ان هو كويس. ما بتكتشفش الامور غير بعد الزواج. فاحنا يعني مش عايزين نرمي اللوم على البنت يعني. ماشي، ما انا عارف، انا عارف، بس الايه دايما الاعلام له تأثير كبير على الناس، فيجي دايما كل الافلام والمسلسلات تركز على ايه، ازاي اقابلها، ازاي مش عارف ايه، الحاجات دي كلها. لكن مفيش اي ثقافه عن الزواج. يجي في الاخر خالص الفيلم ينتهي او المسلسل ينتهي في النهايه لما يجي يتجوزوا. بعد الجواز بقى مفيش ثقافه نهائي، بتكتشف الحقيقه بين الطرفين نهائي. مفيش ثقافه للزواج اصلا نهائي. فعدم الايمان بايه؟ بخصائص عقد الزواج. الزواج ده وسيله لله سبحانه وتعالى ان انا ارضي بها الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ربكم في الزواج، وسيلة لله عشان هذا الزواج، عشان أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، مش عشان أعمل فرح وأعمل مش عارف إيه والحاجات دي كلها اللي الناس كلها بتهتم بيها. تاني حاجة من أسباب ارتفاع نسب الطلاق تسرع الأهل في زواج، يبقى عنده 18 سنة، 17 سنة، 20 سنة، 25 سنة. سن الطفولة في هذا الوقت، في الوقت في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده، ارتفع ل 25 و26 سنة. عشان تستوعب الدنيا اللي احنا عايشينها دي، استحالة واحد عنده 18 سنة يستوعبها. طبعا ما يقدرش يفتح بيت ويتحمل مسؤولية أسرة. يفتح بيت تصرف، فيحصل تاني من تاني يوم. ما حصلش لسه عنده نضج فكري. ازاي في بعض الزيجات بتنتهي تاني يوم، ثالث يوم، ورابع يوم، وبعد اسبوع، وبعد شهر. ده من اسباب ارتفاع نسبه الطلاق برضو، اللي هو عدم اكتمال النضج الفكري للزوج او للزوجه. هنعرف دور وعدم تكافؤ كمان. عايزين نعرف دور محكمه الاسره للحد من ارتفاع نسبه الطلاق. بس بعد ما ناخد معانا دكتور وائل. الو دكتور وائل، ازي حضرتك؟ عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك يا فندم، احب اشكر حضرتك واشكر استاذ محمد على الموضوع القيم ده بصراحه. بشكرك يا فندم. الله يخليك، وبشكره طبعا على مقترحاته للصلح بين الازواج قبل وقوع الطلاق. واستاذن حضرتك كان عندي سؤال بس. قوي قوي، اتفضل. استاذ محمد،
عايز مع اسالك يا محمد، والله بقول استاذ محمد الهلباوي مع حضرتك. اتفضل يا دكتور وائل. تمام. بقول هل يمكن عمل تشريع يقيد التلفظ بالطلاق، وهل ذلك بيتعارض مع الدين ام لا؟ واكون شاكر لحضرتك، اسمع الرد من الاستاذ محمد. اشكرك دكتور وائل، واستاذ محمد الهلباوي هيرد على حضرتك. بيقول لحضرتك يعني ما معنى سؤاله؟ اذا تحقق الشرط يقع الطلاق؟ تحقق الشرط ايه؟ يقع الطلاق؟ لا، هو قصده بيقول يعني ممكن اقيد حق الزوج في عمليه في 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 انه يطلق الزوجه. ازاي يا فندم؟ في مبدا فقهي يعني عظيم. يعني ازاي نقدر نقيد حق الزوج ان هو يطلق زوجته، وده حقه شرعي ليه؟ يعني الاسلام احنا مسلمين، ده حق شرعي ليه، ازاي نقدر نقيده؟ ما يتعسفش فيه، هو حق مقيد. بيعرفها الغرب، بيعرف الحريه هي مجموعه من القيود، الحريه هي مجموعه من القيود. فالطلاق طالما مباح مقيد بامور كتير، مقيد بضوابط قضائيه وقانونيه وشرعيه، وربنا سبحانه وتعالى بيراقبك فيها. ومن حق ولي الامر لما يلاقي العمليه مباحه كده والناس عماله تتساهل في الطلاق، من حقه يقيد هذا المباح. اذا راى ولي الامر شيئا، مبدا فقهي معروف من المبادئ الفقهيه يقرها الشرع، اذا راى ولي الامر شيئا من المباح قد اتخذه الناس عن قصد وسيله الى مفسده، او انها اصبح بسبب فساد الناس او استهتارهم اصبح يفضي الى مفسده، كان للولي الامر سواء السلطه التشريعيه هنا او رئيس الدوله استنادا الى السياسه الشرعيه التي تعتمد على سد الذرائع ان يسد ابواب هذه الطرق المؤديه الى مفسده. حق ولي الامر لما لقى الناس كده اللي طلق، في ناس بتطلق وهي قاعده على القهوه علي الطلاق مثلا، لو نزلت ده بقى الطلاق المقرون بشرط اللي انا بقول عليه، الطلاق المقرون بشرط. هنا يقع الطلاق اذا يقع. تحقق الشرط ده للاسف. يعني مثلا اذا نزلتي تبقي طالق، اذا رحتي لوالدتك مثلا تبقي طالق، هنا الطلاق يقع للاسف. ودور الشديد. دار الافتاء هنا ايه؟ للاسف الشديد جمهور الفقهاء في الحلف في الطلاق، اذا فعلت كذا فانت طالق، اذا لم تفعلي كذا فانت طالق، انت طالق، انت في هذه الحاله دي اسمه حلف بالطلاق. للاسف الشديد جمهور الفقهاء يقول يقع هنا الطلاق، اجمعوا على انه يقع. اما في القانون بقى قعد يدوروا حسب عشان ما يهدوش الاسره، عشان لكن احنا مسلمين. لقوا فتوى لابن تيميه قال لك في هذه الحالة هنا تعتبر حلف في الطلاق، اعتبروها حلف. حلف يعني ايه؟ وياخد ايه؟ ما ياخدش صفة الايه؟ الطلاق هنا. ملوش كفارة. ملوش له كفارة. حلف بس يعني لازم، ابن تيمية قال لازم النية، لازم تتوفر عنده نية. لو كان حلف هذا الحلف وقعد على القهوة كده عمال يلعب سيهياك وسيدو، فيقول له لا أنت جبت سيهياك، قال له لا سيدو، قال علي الطلاق ده سيدو. او واحد يقول لها انت طالق اذا لم تفعلي كذا، هذه حلف، هذا ايه؟ طلاق مع الشرط. مع تحقق، اذا تحقق الشرط يقع الطلاق. الجمهور الفقهاء قالوا كده. جاء ابن تيميه قال يا جماعه ايه اعتبر هذا حلف وعليه كفاره، طب 10 مساكين او يصوم 3 ايام، واخد بالك؟ بس لازم يكون لا يقصد، لا، او اللي عنده نيه ما يكونش عنده نيه الطلاق. لو كان عنده نية الطلاق هنا بقى لما يجي قدام يقف قدام المفتي زي ما حضرتك بتقولي كده، ويروح يقول انا ما كنتش ايه، انا ما كنتش قاصد، هو كان قاصد، يبقى انا بيتلاعب. ده انت بتخاطب ربنا، ده انت بتخاطب هنا بيتلاعب بايه؟ بشرع الله سبحانه وتعالى. ده الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اخبر، جاء حديث في النسائي، في سنن النسائي، حديث مهم جدا رواه محمود بن لبيد، قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث، قال لها أنت طالق طالق طالق، طلقها ثلاث. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك غضب غضبا شديدا، غضب غضبا شديدا، لدرجة أن كان صحابي واقف، لم يذكر اسمه في الحديث، كان صحابي واقف من كتر ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم غضب هذا الغضب، قال له أقتله يا رسول الله؟
الا اقتله؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه بالعالمين، الرسول صلى الله عليه وسلم غاضب، مصلحته في ايه ان واحد ما يطلق؟ احنا عندنا هنا يقول لك واحد طلق مراته وتلاقيه يعني بنعديها كده. ده الرسول صلى الله عليه وسلم غاضب غضبا شديدا لدرجه ان الصحابي اللي جنبه قال اقتله يا رسول الله، الا اقتله يا رسول الله؟ شفت الرسول بينتفض ازاي؟ كلمه الطلاق، لما عندنا الطلاق دي سهله سهله لفظ كده، انا بستغرب ازاي الجهات الرسميه يعني سايبه الناس بهذه التفاوضة. فوضى ازاي نسيبها، نسيب حاجه ربنا سبحانه وتعالى يبغضها ونتركها بهذه السهوله؟ ده من الناس كلها لازم ولي الامر يتدخل ويحد يمنع الطلاق، ممنوع حد يتلفظ بيه الا قدام قاضي. واذا استحالت ممنوع، اذا استحالت يعني هو ربنا حلله في حاله معينه، اذا استحالت بالضروره للضروره القصوى واذا كان الاستمرار هيعمل. تعرف ان في الشرق في الفقهاء بيجمعوا على ايه؟ ان الطلاق اصله الحظر، طلاق اصله حظر، ما في يعني في الاسلام ما فيش حاجه اسمها طلاق، لا يباح الطلاق الا لضروره، انا بقولها علنا قدام الناس كلها، لا يباح الطلاق الا لضروره قصوى. طب الحلول اللي حضرتك تقترحها هنا للخروج من الظاهره، احنا بقينا في ظاهره ظاهره وكارثه مش حالات فرديه ابدا. الحلول اللي حضرتك شايفها من وجهه نظرك كمحامي وبتختلط بالمحكمه يوميا ايه الحلول؟ ان لازم يقيد هذا الطلاق، يمنع التلفظ به نهائي ويمنع الحلف به. عايز تطلق؟ انا مش هحد من حريتك، انت لك حر، انت حر في انك تطلق او لا تطلق، بس ان حبيت تطلق لازم الدولة تؤسس محكمة خصيصا لهذا الوضع تنقص. الدولة ما عندهاش داتا للأسر المنهارة، ما تعرفش، يعني تسمع ارقام بس بترصد ارقام. فالدولة هنا المفروض تنشئ محكمة ويكون القاضي له خصائص معينة يحمل، لانه بيبين الحكم، معناه ان بيبين الحكم يعني بيستخرج الحكم من ادلته التفصيليه، بيستخرجه يعني بيقوم بعمل المفتي، بيقوم بعمل المفتي. القاضي هو مفتي، مفتي وقاضي وذو سلطان. هو بيفرق عن المفتي ان كلمته نافذه ملزمه، اما المفتي كلمته استشاريه تاخد بيها او ما تاخدش بيها. هنا يجب على الدوله انها تحدد او تعين او تنشئ محكمه مخصصه يتوفر في القاضي شروط المجتهد الخاص، ويكون الملف سري واللجوء الى القاضي بدون اجراءات، ونرفع قانون المرافعات من الموضوع ده. قانون المرافعات ده يترافع عن المشاكل الزوجيه، ما يدخلش تقدم طلب، مجرد طلب الزوج اللي يروح، ما فيش عندنا حاجه اسمها زوج بيروح يرفع قضيه يعني. طلاق اصلا ما فيش في المحكمه زوج بيروح يرفع قضيه طلاق، ده الزوجه اللي بتروح بتتضرر، ده الزوج ممكن يتضرر أو اذا اراد الزوج ان يطلق ابرته يصطحبها معها، اذا ياخذها معاه او يروح هو لوحده اذا ما رضتش تيجي معاه يروح للقاضي. لا انا خلينا نكمل الحته دي لان دي مهمه جدا. يروح ده اقتراحي ان يقدم طلب، مجرد طلب ولا يعلن ولا شيء، والاعلان يبقى مثلا بعلم الوصول بجواب سري، بجواب كده يعلن يا جم... يا 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 زوجه انا تقدمت بطلب، تعالي انا هطلق. والقاضي يبحث ويشوف والمراحل، هل طبقوا المنهج ولا طبقوش المنهج، وفي الاخر يقر الزوج عايز يطلق يطلق، بس يستنفذ جميع الطرق اللي هي ايه اللي يجب ان يستنفذها مع عشان ينقذ الاسره دي. طبعا طبعا يا فندم، واحنا نتمنى ان اي اسره مصريه ما توصلش للمرحله دي. لا لا ويكون لا في لا لجنه تسويه وتقوم بدورها. احنا تغيير. للاسف وقتنا خلص بسرعه. بس ان شاء الله لينا حلقات تانية كتير. وانا بشكرك على المعلومات القيمه دي استاذ محمد الهلباوي. بشكركم مشاهدينا، وانتظرونا في حلقات جديده ستات دوت كوم.